حابب أهني جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وكل من ينتمي لهذه المؤسسة العظيمة المحترمة ببداية قناة الأهلي المحترمة بثوبها الجديد. أنا عارف أن يمكن قناة الأهلي الفترة اللي فاتت ما كانتش على مستوى طموحاتنا احنا كمسؤولين ولا كأعضاء ولا كجماهير، لكن إن شاء الله بإذن الله، وأنا عارف أن سقفنا عالي قوي، لكن بإذن الله باللي أنا شايفه ده بداية تحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي العظيمة. الحقيقة الناس هنا لازم نشكر كل الناس العاملين هنا، الناس ما أخرتش، الناس ما يعني بذلت كل الجهود عشان تقدر نطور هذه القناة وتليق بجمهور النادي الأهلي وتليق بمشاهد المصري، اللي متأكد إن شاء الله بإذن الله هتبقى حاجة مشرفة محترمة تليق باسم النادي الأهلي كمؤسسة عظيمة وكهرم الرياضة الأول في مصر. اللي عمل اسم النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي، فالنادي الأهلي ملك لجماهيره، ومن صنعوا تاريخ النادي الأهلي هم جماهير النادي الأهلي. وأنا بعتبر النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي هو دايما الدرع والسيف والسند بعد ربنا سبحانه وتعالى لتحقيق هذه البطولات اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوجود جمهورنا بقينا نادي القرن الإفريقي. الحمد لله دي حاجة يعني رمز أو وسام على صدورنا، ولو كان الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لجماهير النادي الأهلي اللي وصلت النادي الأهلي لهذه المكانة العظيمة، مش بس في مصر، في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. احنا قناتنا محترمة زي اسم النادي الأهلي المحترم، فأنا إن شاء الله المشاهد المحترم، وهتبقى نسبة مشاهدة إن شاء الله تبقى أعلى نسبة مشاهدة، لأن ده من يستحق اسم النادي الأهلي. أي حد أو أي كيان أو أي مؤسسة ينتمي أو يعني اسمها باسم النادي الأهلي لابد أنها تبقى نمرة واحد في الاحترام، ونمرة واحد في المشاهدة، ونمرة واحد في الطموح. وإحنا زي ما قلت يمكن دي بداية الطموح، لكن إحنا سقفنا أعلى من كده بكتير ليليق إن شاء الله بنسر النادي الأهلي اللي طاير في السماء.